اولا اهنئ المغاربه كاملين، اهنئ بركان النهضه البركانيه، كنهنئ نفسي كبركاني تواجد حاليا هنا بمدينه الرباط، وكنهنئ كل شيء المغاربه داخل او خارج الوطن اللي كانت هذه مناسبه وفرصه للشعب المغربي والمغرب يعني بكل المكونات ديالو عبر على مستوى راقي وثقافه عاليه وروح رياضيه، يتعلق الامر في كرم الضيافه وحسن الاستقبال للجاره من حيث يعني احنا لقينا واحد الصعوبه فاش ما ضيفوناش ما استقبلوناش ما عبروش، لانه العقل السليم في الجسم السليم، هما خدموا العكس يعني دخلوا السياسه في في, في 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 الرياضه، وهذا يعني حتى واحد ما غادي يقبله. وهنيئا الفوز ديالنا تربويا وثقافيا ورياضيا في هذه المناسبه هذه، غير ان الخريطه ديالنا احنا كمغاربه انا مساله طبيعيه وعاديه، غير هما بغاو يديروا العصافه الرويضه لحاجه في نفس يعقوب، لانهم هما عندهم واحد الخلفيه سوداء تجاه الوطن ديالنا الحبيب. والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربيتها، ابى من ابى وكره من كره، والسلام عليكم. صراحه كنشوف انا الجزائر ما كتحترمش اي بلد، اول حاجه كتدخل السياسه شي كره، ان الكره ما عندها حتى علاقه بالسياسه، وكره حاجه والسياسه شي حاجه، وما داكشي بيناش وما فهمتش الكره ما عندها حتى علاقه. او فهمتي ديك التوني المغرب اللي كيديروا فيه خريطه المغرب، هذاك راه عادي توني، غير كانوا باغيين يديروا فيه السبه وشي حاجه. هما اول حاجه ما احترموناش وما كيحترموناش كاع، مقارنه بينا فاش جاو عندنا احترمناهم، درنا لهم واحد الاستقبال زوين، ولكن واخا هكاك وما احترموناش حتى في البلد ديالنا. اللي باقي ما فهمناش شنو العلاقه ديالهم بالسياده بالخريطه، هادشي باقي ما خاصهم يفهمونا شنو العلاقه ديالهم. ماشي عادي، هادشي حقد، هذا من قديم الزمن، هذا ديما بحال هكا. فاش جاو فاش جاو هما كيفاش حنا استقبلناهم، كيفاش المعامله؟ واحد الاخلاق ديالنا ماشي هي الاخلاق ديالهم، حنا مربينا على واحد الاخلاق، هذا هما مربينا هكاك، كل واحد كيفاش مربي. حنا الاخلاق ديالنا ولكن ما تسمحش لنا باش نعاملوهم بنفس المعامله. المهم بداو ما يعاودوا، هذا هو اللي والخريطه حنا دابا نبقاو نجبدوا غير الخريطه، محتاجين كاع حنا نتريني ولا هذا. السلام عليكم. المهم نقطة زعما النظر ديالي أنايا في هذا الموضوع هذا، أنهم كيفاش استقبلونا هما تمايا، زعما ما كانش واحد الترحاب وتعاملوا مع اللعابة وداك الشيء بحال استحمروهم بحال بهاد النطق هذا. وحنا من جاو هنا شافوا كرم الضيافة ديال المغرب، وحيت حنايا ما كناخذوش السياسة في كل شيء، حيت حنا بالنسبة لنا حنا الشعب الجزائري راه خوتنا وداك الشيء، وحنا كنتعاملوا معاهم مزيان، وهذا يعني داك الشيء السياسي ديال الكبرانات ديالهم يبقى عندهم، فهمتيني؟ يعني حنا عطينا واحد الصورة أننا حنا راه مزيانين، أنتم اللي من عندكم الديفو، والحمد لله انتصار. وهذيك خريطة راه أصلية، راه معترفة بها كاع الدول والعالم كامل معترف بديك الخريطة، وكاع وبزاف ديال المنتخبات والفراقي عندهم هذيك الخريطه، يعني ماشي حنا الوحيدين اللي درنا هذيك الخريطه، يعني ما خصهمش يدخلوا السياسه في مجال ديال الثقافه. انا كنشوف ان التعامل اللي داروا الجزائر مع المغرب تعامل ماشي زوين، ما فيهش حس الكرامه او الضيافه، وبالخصوص كان يوم الجمعه خلاوهم حتى من صلاه الجمعه صلاوها تما كاينه في المطار، ما تعاملوش معاهم بتاتا زوين. وحنا كومان باش جاو عندنا هما استقبلناهم، نسينا داكشي اللي داروا، كنساو المعيور وداكشي اللي كيقولوا لينا، ولكن هما ما كيفكروش بحالنا. عندنا حنا حس اخوي، عندنا الكرامه والضيافه عندنا في الدم، في اي دار مغربيه وفي اي شخص مغربي، وهما ناس نقدر نقول مغرورين بزاف ماشي شويه، ما كيفكروش كاع بحالنا، و الحمد لله حنا المغاربه هكا، والصحراء مغربيه وتبقى ديما مغربيه. المهم الخصوا هذا الشيء في ثلاثه النقاط كاينين، مبروك التاهل لنهضه شبركان الفينال، ثانيا مبروك للشعب المغربي بين بانه شعب كرام، وراه اتحاد العاصمه شافوا هذا الشيء، وثالث حاجه الصحراء مغربيه. اشترك معنا في القناه كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.